Bismillahirrahmanirrahim. Edna Kolon supplies اللي هو ربط الأعمدة أو تلسين الأعمدة. عندنا إذا أبني ملتي ستوري بلدنج، أبني عدة طوابق، فدائما يكون عملية هنالك ربط بين العمود بالطابق الأسفل ومع العمود بالطابق اللي أعلى منه، لأن يعني دائما العمود حيكون فوق العمود لغرض نقل الحمل اللود من العمود من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل. فعملية الربط بين الـ upper column اللي هو هذا upper column مع الـ lower column، الـ upper column دائما أبعاده حيكون أقل باعتبار يتحمل لود أقل، فأبعاده يكون أقل من العمود الـ lower. واضح لو لا؟ فأكو نسبة سماحية على مود من الريكشن بتثبيت العمود، فيصير عندك أفضل مسافة نسبة سماحية قاعد العمود مع الطابق الأعلى على الأسفل. شي ربطه يربطه ببليت يسموها بليت سبلايسز بليت سبلايس بليت اللي هو صفائح الربط يربطها. ودائما هسا هنا عندنا هاي عندنا هاي الفلانج، هاي الفلانج مع العمود يربط مع السبلايس بليت، يربطها ببولتات براغي للربط، وهنا أنا يربطها في بويلدينج باللحيم بالنسبة لللور كولوم مع اللور كولوم يربطها بويلدينج باللحام. وأيضا هنا هذا الفراغ اللي هنا هذا الفراغ يترسى أيضا بالويلدينج. شوف عين هذا لما نعينها من جهة هسه هذا الفلانج، فخلى هذا الويلد وخلى هنا هاي الفولتات ربطها مع بجهه الفلانج، وايضا باللور كولوم بالعمود الاسفل ايضا ربط هاي البليت اللي هي بليت الربط او صفيحه الربط ربطها من خلال الويلد اللحام. معظم الاحيان المصممين يفضلون انه العمود ابعاد العمود هي ربطها لطابقين، دائما كل طابقين يلا ورا طابقين يلا يغير ابعاد العمود على مود سهوله التثبيت. العمود باللور بعض الاحيان يقعد يسموه بليته يسموه بيرنج بليت صفيحه التحمل او نقل الاحمال، يقعدها فوق العمود الطابق الاسفل بعدين يلا يربط العمود مع الطابق الاعلى فوقها. هاي الصفيحة المفروض يكون الوجه مالتها أملس، الوجه دائما يكون مستوي 100% لغرض على مود يصير نقل الحمل انتقال الحمل من الطابق من العمود الأعلى إلى العمود الأسفل انتقال أكسيالي محوري. لأنه إذا صار هنا غير مستوي أكوش مثلا فرضا هنا أكوش فد ارتفاع أو بروز معين، هاش حيسبب لنا الى مومنت اذا كان انا اكو في البروز، فحيصير هاي المكانات اللي تكون بها مكان غير مستوي تركز لللود تركز للحمل، وهذا تركز للحمل في منطقه معينه حيصير بها اكستنتريستي يعني مسافه هذه، ويسبب هذه الى حصول مومنت، وهذا المومنت يسبب حمل اضافي على العمود، هذا العزم يسبب حمل اضافي على العمود. فلذلك قلنا هذا السطح مال هذا يكون مستوي مال بيرنج او بات بليت يسموه بات بليت اللي هي بليت التعقيب او النهايه او بليت التداخل او الربط بين العمودين، هي شيء اسمها يكون الربط هاي مال بيرنج بليت ويا العمود الاعلى عن طريق حديث زاوية اللي هو هذا حديث زاوية اعتبار يلحم من خلال الويب مع الويب في العمود الأعلى، ويربط هذا حديث زاوية ببولتات براغي مع هاي البليت يسموها بيرنج بليت. وأيضا من يقعد العمود يكمل في يقوي باللحام مع هنا اللحام مع البيرنج بليت بالنسبة للعمود الأبر.
عندنا بالنسبه لل البلطب بلطب كولوم وذ كومبوننتس ان كونتاكت وذ ايتش اذر. عندنا الاعمده اللي احنا نصنعها يسموها بلطب باضافه مركبات اخرى او مكونات اخرى باضافتها. شلون يتم حساب المومنت اوف انرشيا مالته وحساب التحمل مالته؟ لو كان عندنا هسه فرضا هذا عمودين، عمود بصف عمود خلينا، بس ماكو فول كونتاكت، ماكو ربط تام بيناتهم، ماكو يسموه فولي كونكتد، ماكو فولي كونكتد هنا، واضح؟ يعني كل عمود صفه يشتغل وحده، فالحمل حيكون شنو؟ نصفه حيجي على هالعمود ونصف الحمل حيجي على العمود الثاني اذا خالين واحد بصف اللاغ. هاي اعمده مال الستيل. من يصير الديفورميشن حيثياتنا حيتشوهن بشكل متساوي، التشوه مالتن بشكل متساوي تقوس. لما نحسب المومنت اوف انرشيا مال هذه العمودين المتجاوره اللي ما بيهن ربط تام، هاي العرض دي دي، فالمومنت اوف انرشيا شو يساوي لنا لكل واحد؟ بي دي تكعيب، مكعب دي تكعيب على 12. في اثنين باعتبار عمودين واحد صف الاخ على مود نحسب تحملهن، في اثنين، فشي يصير المومنت اوف انرشيا مال عمودين اللي ما بيهن فولي كونتاكت، ما بيهن ربط تام، فالمومنت اوف انرشيا يصير بي دي تكعيب على 6. وهذه العمودين بعض الاحيان ايش يسوون؟ يمنعون الانزلاق بيناتهم بس، فشي يصير الربط؟ يصير الربط من اعلى ومن الاسفل. شو يسموها؟ يسموها سليب ريزيستنت كونكشن، سليب ريزيستنت كونكشن، هو ربط لمنع الانزلاق من الاعلى ومن الاسفل. هذا يصير هنا الحين بالاعلى وبالاسفل. اما اذا لا، اذا هاي نفس العمودين هذه سويناها فولي كونكتد، ربط تام فولي كونكتد، يعني لحام من البدايه لحمناها للنهايه بحيث خليناها تشتغل قطعه واحده، تشتغل قطعه واحده لحمناها من البدايه للنهايه فولي، هاي فولي كونكتد تو ايتش اذر، خليناها تشتغل قطعه واحده. فمن يصير تشوه، تشوه اثنين تنسوا هذا الشكل التشوه مالت. من نريد نحسب المومنت اوف انرشيا مال هاي القطعه، صارت هسه اشتغلت وحده، قطعه واحده مو قطعتين، فشي يصير؟ يصير بي الدي هنا، لان ايش قد قيمتها هنا؟ هي القطعه واحده دي، فهاي القطعتين شي يصير؟ قيمتها 2 دي. فشي يصير؟ بي دو 2 دي تكعيب على 12، 2 دي تكعيب على 12 هاي العرض مالتن، فتكعيب الاثنين هو 8، يصير 8 على 12. يعني معناته على 2 4 على القيد على 2 4 على 6. فشي يصير المومنت اوف انرشيا مال حاله الفولي كونكتد 4 على 6 بي دي تكعيب، واضح؟ هسه هاي المومنت اوف انرشيا مال فولي كونكتد مربوطه سوا. اما من تكون هنا بهالحاله ما مربوطه فولي، ايش قد المومنت اوف انرشيا مالتها؟ بي دي تكعيب على 6. احنا دائما نفضل لما يكون المومنت اوف انرشيا عالي فيصير تحمل مال مقطع اعلى. زين، هذا شو تشتغل؟ هاي تشتغل كانه على هذا التقوس مالته، كانه بن. انتبه لي، هاي كانه بن، العمود كانه بن. لما يتقوس البن شو يتقوس؟ هذا شكل التقوس مالته، هذا كانه بن. الكي مال بن شو قيمتها؟ 1. هذا شوف، من بس امنع الانزلاق من الاعلى ومن الاسفل، شو يشتغل؟ يشتغل كانه فيكست. التقوس مال فيكست حيصير شكل فشل، هاي شو يصير؟ رجع هيك بس من البدايه والنهايه، يمنع الفشل مال التقو، ما بيصير دوران من البدايه والنهايه. ايش تقريبا شكله؟ يعني تقريبا الكي مال فيكس فيكس قد قيمته؟ ثيوريتيكالي نظريا قد قيمته؟
هو قيمته نصف بس نظريا يمكن ياخذوا 0.65، بس الكي قيمته ايش قد؟ بالفيكس فيكس قيمته نصف. هسه لو اريد نسوي مقارنه بين هالحاله وبين هالحاله، الكي ال اوفر ار اللي هو هذا السلندر نيس ريشيو، نسبه النحافه، شو يساوي لنا؟ الكي اذا عندنا بهالحاله مال فولي كونكتد، الكي قيمته واحد، ال على الار، الار شنو هو؟ الار هو تحت الجذر اي اوفر اي، صح ولا لا؟ الاي هو 4 على 6 مال هالحاله بي دي تكعيب. الاريا ايش قد؟ الاريا مالته هاي 2 دي في بي، هذا الطول مالته بي، من هنا طوله بي، ف 2 دي طول في العرض. فايش قد يطلع عندي الكي ال اوفر ار؟ يطلع قيمته 1.732 كي. هاي بهالحاله، حاله فولي كونكتد، فولي كونكتد. بهالحاله الثانيه اللي بس نمنع الانزلاق، سليب ريزيستنت كونكشن، ايش قد قيمه الكي؟ الكي نصف، ال هذا موجود، المومنت اوف انرشي ايش قد قيمته مالته؟ هذه كل واحد يشطب واحده، قيمته هذا بي دي تكعيب على 12، بي دي تكعيب على 12 على الاريا نفسها، هم قطعتين 2 دي، الاريا هاي نفس الشيء، هاي من هنا 2 دي، وهاي ارتفاعها من هنا للاعلى بي، طول في العرض، فهاي الاريا، فلما نبسط يطلع قيمه هاي. فاذا نسبه النحافه هنا وهنا نفس الشيء صارت، صح ولا لا؟ فاصرفنا يعني ناحيه اقتصاديه انه نربطها، نمنع الانزلاق من الاعلى من الاسفل، ارخص واقتصاديا افضل مما انه نسويها فولي كونكتد، لانه وصلنا نفس الشيء. واضح طلاب لو لا؟ شوف هاي the columns would carry، يتحمل the same loads، نفس الحمل. واضح؟ هنا هسه connection requirement، متطلبات الربط للاعمده اللي نوع البلت اب، متطلبات الربط للاعمده اللي نوع البلت اب اللي احنا يعني نصنعها. واضح؟ هنا انا من ضمن المتطلبات اكو عندي حاله يسموها انترميديت كونكتر ذات ار سنج تايت بولتد، يعني الربط مالتها القطعه اللي اضيفها اني على العمود محكمه الربط، اذا كانت محكمه الربط، يعني هسه اذا عندي هذا مقطع، شوف ايش عندي هذا المقطع، مقطع اي، هذا اي سكشن اللي هو وايد فلانج، اذا احتاجيت اضيف له بليت منه ومنه بليت، فصار من ضفت له بليت منه ومنه صار هذا نوع بلت اب. هذا البلت اب مره هذا البليت اضيفه من هالجهه ومن هالجهه على الفلانج يصير فل كونكتد، يسموه سناج تايت بولتد، يعني ما بي اي حركه، محكم الربط. فقيمه من احسب قيمه الكي ال اوفر ار للمقطع الجديد، لان هذا لما نضيفته انا مقاطع حيطلع لي مقطع جديد، فلازم اشوف نسبه النحافه مالته، نسبه النحافه على الاضافه. من احسب نسبه النحافه اللي هي كي ال اوفر ار لغرض انه اصممها اشوف يتحمل ولا لا، احسبه بهذا القانون، بهذا القانون. اما اذا كان الربط لا، الربط عن طريق الويلدد هو اللحام او سليب كريتيكال جوينتس، اكو انزلاق حرج بي، يعني اكو حالات تصير بي حركه معينه، فاحسب قيمه الاي اوفر ار اي. الاي هو شنو هذا الاي؟ هذا الاي المسافه بين ربط وربط، يعني هسه هذه مثلا رابط هنا من برغي ومن برغي، المسافه بين هاي البرغيين الربط يسموه اي، او لا اني لاحمها الحين، فالاي ايش قد تصير المسافه من هنا لهنا، من هذه لهنا، هاي يسموها اذا كان فرض هنا لحام، فهاي الاي، هاي قيمه الاي. فاحسب الاي اوفر ار اي، الار اي شنو هذا؟
هذا الريديوس اوف جاريشن اللي هو نصف قطر الدوران انمن للبليت المضاف للقطعه المضافه. يعني هاي البليت هسه هاي عندي هاي البليت المضافه عندي هاي بس البليت المضافه هاي هاي مضافه البليت اطلع الار اي مالتها radius of gyration مالتها اللي هي عباره عن moment of inertia للبليت هذه على مساحه البليت. فالار اي هو radius of gyration المن للقطعه المضافه. فاحسب الاي اللي نسبه الربط الى ار اي اذا اقل من 40 فاطبق هذا القانون للكي ال اوفر ار اللي هو نسبه النحافه. اذا اكبر من 40 يطبق هذا القانون. هذا الغرض منه شنو هو؟ ايجاد نسبه النحافه للمقطع ككل، للمقطع ككل بعد اضافه القطع له. ناخذ المثال على مود تتوضح الصيغه. ايش قلنا؟ قلنا كي ال اوفر ار نوت هاي شو يسموه؟ اللي هو هذا تحت الجذر، شوف هذا كي ال اوفر ار نوت اللي هو هذا البكلينج اللي محتمل يحصل بالعمود بالاتجاه الرئيسي اتجاه اكس اكسس. وهذا والكي ال اوفر ار هذا اللي يطلع جديد المودفايد المحدث موديفايد سلندر نيس ريشيو من المقطع البلطب النهائي. واضح؟ والاي هي المسافه المسافه ديستنس بتوين كونكترز بين الربط مسافه. الار اي هو مينيمم راديوس اوفر جاريشن اقل قيمه مال نصف قطر الدوران مال انديفيدوال كومبوننت من المركبات الاضافيه اللي يخليها البليت اللي يضيفها. والكي اي عندي الكي قيم اذا كان عندي انجل باك تو باك زوايا قيمته نصف، واذا كان عندي شانلز قيمته 0.75، واذا باقي المقاطع باقي الكيسات باقي الحالات هو قيمه الكي اي هو 0.86. اخذ هذا المثال على متوضح. مثال يو ار ديزاين ا كولوم صمم عمود البي دي يعني الديد لود هو حمل الميت 750 كيلو باوند اند بي ال لايف لود هو 1000 كيلو باوند يوزنج افوا يستخدم الافوا قيمته 50 كيلو باوند بير انش سكوير اند الكي ال هاي يعني معطينا راسا الطول الفعال 14 فوت المقطع نوعه W 12 في 120 وايد فلانج من هالنوع for which 5 sub C PN يعني هذا شنو هذا 5 sub C PN هذا معناته طلاب عرفوها دائما هاي 5 sub C PN يعني هذا الفاكتور مضروب بالحمل الاسمي يعني هاي P ultimate بطريقة ال LRFD هاي P ultimate ما طريقة ال LRFD هاي يعني الحمل الأقصى 1290 كيلو باوند هذا and PN على أوميغا سي يعني معناته هذا شنو هو الحمل هذا حفظوها بي الاول الحمل المسموح به حمل التشغيل حمل التشغيل بطريقة الاي اس دي يعني الديز زائد اللايف المسموح قيمته 856 from AISC manual من خلال التيبلات يعني اشتغل من التيبلات طلعناها قيمة هالقيم من التيبلات طلعناها هاي من التيبلز مطلعين قيمة الحمل الأقصى للـ LRFD ومطلعين من الحمل المسموح به في allowable بالـ ASD من التيبل 4-1 is on hand design cover plate صمم cover plates صفائح إضافية غطاء to be snug tight bolted أن تكون محكمة الربط بمسافة at 6 inch spacing مسافات 6 inch يعني هاي قيمة الـ A يعني يقول المسافات مع الربط هالقد المن للـ W section as shown in the figure هالقد to enable the column supported the required loads. زين عندي بسرعه هيك عندي مقطع اي سكشن نوع الدبليو هذا
هذا المقطع عندي، هذا واضح، هذا المقطع، هذا المقطع نريد نخليه يتحمل هذه الأحمال. وش يريد مطلوب؟ مطلوب إضافة هاي البليتات، هاي البليتة، هاي البليتة، وهاي البليتة إليه، وأن تكون الإضافة مال البليتات هاي محكمة الربط بمسافة، مسافة ربط هي 6 إنج، هاي مسافة الربط قلنا هنا اللي هي أي 6 إنج. فالمطلوب انه نطلع هذه البيتا ايش قد مساحتها بحيث تشيل هذا الحمل الاضافي. زين، ايش عندنا البي التيميت؟ البي التيميت ايش قدنا بطريقة الار دي؟ نعطيها الديد لود واللايف لود، نضرب الديد لود في 1.2 واللايف لود في 1.6. اما البي الاوبل لا، بس نجمع الديد لود ويا اللايف لود. هسه نجي نفرض ال KL over R، نفرضه طلع عندنا، نفرضه 50، قلنا احنا نفرض بين من بين من بين 40 إلى 60 حسب طول العمود، ففرضناه هنا 50، واكثر احيان بالتصاميم فرضوا 50 واشتغلوا وبعدين شوفوا ايش قد القيم تطلع. ف KL over R طلع فرضناه 50، نروح على تيبل 422 من خلال قيمة ال FY اللي هو نعطينا اياها 50 هو الاف واي، هذا اف واي 50، ومن هاي الكي ال اوفر ار طلعنا قيمه الاجهاد، اجهاد الحرج بطريقه ال ار اف دي. طلعنا الحمل بي التيميت بالال ار اف دي هاته 2500 تقسيم هذا الاجهاد، يطلع الاريا المطلوبه. طلعنا الاريا لازم نوفرها على مود تشيل هذا اللود 66.67، هاي الاريا على مود تشيل هذا اللود، واضح؟ تتحمل هذا الحمل المسلط. زين، انا ايش عندي؟ عندي المقطع قايل لي نوعه دبليو 12 في 120 من التيبل جدول رقم 1، من جدول رقم 1 اطلع الاريا مالت هالمقطع، وطلع كل المعلومات الدي والبي والمومنت اوف انرشي باتجاه الواي والاكس. فمن التيبل رقم 1 طلعت الاريا ايش قد عندي مال هذا المقطع الدبليو، الاريا 35، الاريا مال المقطع عندي 35، انا الاريا المطلوبه عندي على مود تشيل هذا اللود 66، واني المتوفره للاريا 35، فانقصها من 66، فلازم اوفر اريا رادي بعد مساحه هالقد 31 على مود تشيل هذا اللود او تتحمل هذا الحمل المسلط. زين، عندي رادي 31، انا ايش اخلي؟ حخلي قطعتين اريا، واحده بالاعلى بهالفلانج واحده بالاسفل. فقال لي الاريا رادي 31، معناته كل قطعه 15.9 قسم على 2 اللي واحده فوق وواحده الاسفل، ف 15. فايش قال؟ استخدم بليت تراي 1 بليت كل جهه مساحتها 16 انج، 1 في 16، 1 في 16 تعطيني هاي مساحه 16 انج، هاي المطلوبه المساحه 15.6، فهاي تكفي. هسه اجي اشيك اموري، الاريا الجديده ايش قصرت عندي؟ الاريا مال هذه مال دبليو الموجود عندي، وهي مال بليتين 2 بليت، فصارت الاريا الكليه 67.2 واني مطلوب 66. فا اوكي، هسه الاريا توفرت. هسه اجي اشيكها، المومنت اوف انرشيا مال المقطع الجديد اللي طلع عندي اللي صار ورا ما خليت التو بليت، المومنت اوف انرشيا مال اي اكس باتجاه الاكس مال دبليو طلعناه من البروبرتيز مال دبليو 1070، زائدا المومنت اوف انرشيا مال اريا هذه التو بليت اللي هو هاي اي في دي سكوير، اي دي سكوير دي اللي بدنا انقلها من هنا لهنا. شوف هاي من هنا لهنا شو المسافه من هذه الى هنا،
فهي 13.1 وهاي سمك البيت واحد ف 13.1 زائد واحد على 2 تقسيم 2 فهاي دي سكوير في الاريا في 2 قطعتين فهذا مو متوفر شيء باتجاه الاكس. الار اكس شو يساوي لنا؟ الجديد الار اكس هو عباره عن الار اكس شو يساوي لنا؟ اي اكس الجديد على الاي الاي الكلي. فالاي اكس قد هذا 2666 على الاي الجديد اللي هو 67 فطلعنا الار اكس. كي ال اوفر ار للاكس باتجاه الاكس منطينا الكي هو منطينا الكي ال منطينا 14 ضربناه في 12 على وتحولناه بالانج على الار اكس اللي طلعناه هسه الان طلع 26.7. هسه نشيك باتجاه الواي. الاي واي طلعناه احنا من مطلعين من البروبرتيز مال مقطع هذا الاي واي 345. هسه شو اضيف له؟ اضيف له 2 بليت. 2 بليت شنو قيمته؟ هذا 2 بليت شو يساوي لنا؟ 2 هذا بي اتش تكعيب على 12 هذا الاتش هاي البي وهذا الاتش باعتبار انا داخل هسه هذا محور الواي صح ولا لا؟ انا محور الواي فالاتش شو يصير عندي؟ هذا 16 من هنا 16 هذا الاتش فبي اتش تكعيب على 12 وهو بالسنتر بعد ما نقله فالاي واي طلع عندي 1027 انش اس 4 على الاريا نفس الاريا هي من الاريا الكليه طلعت الار واي كي ال اوفر ار واي الكي ال معطيناه هو بالسؤال 14 قلنا في 12 حولناه على الار واي طلع عندنا هاي قيمته ف اذا هو هذا حيكون كنترول على الاعلى. هسه نحسب قيمة الـ RI المن هذا الـ RI طلع قلنا هذا باتجاه انه خاص بالبليتس للـ computing the modified cylinder nearest ratio yield. هسه نحسب المحدث KL over R المحدث اللي هو KL over R بالام زين نطلع الار اي الار اي من هذا للبليت للبليت البليت المومنت اوف انرجي مال البليت البليت هاي يعني بي اتش تكعيب على 12 بي هذا الاتش اتجاه على 12 هنا 16 وهذا بي اتش تكعيب على 12 واضح ولا لا؟ هاي مال من؟ مال البليت على مساحة البليت اللي هي 1/16. هاي الار مال البليت اللي هو radius of gyration مال البليت. الاي شنو هذا؟ مسافة الربط، منطيناه بالسؤال قايل مسافة الربط spacing هذا snug tight bolted at 6 inch spacing هذا وsnug محكم الربط فمنطيناه انه الاي مسافه الربط معطيناها 6 ف6 على الار اي طلع عندي هذا 20 فالقانون مال موديفاي كي ال اوفر ار موديفاي شو يساوي لنا تحت الجذر كي ال اوفر ار باتجاه اللي محتمل يصير بيه بكلنج يعني باتجاه المحور الرئيسي تربيع زائدا اي على ار اي ايضا تربيع الكي ال اوفر ار باتجاه الاكس ايش قد طلعنا احنا 26.7 تربيع على هذا ياته ال A over R A over R I فطلعنا المحدث هسه هذا الموديفاي جد طلع عندي 33.83 وهو اقل من اعلى قيمة اللي هي مال Y فاذا هذا ما حيكون هو المسيطر اللي هنا من هو دائما اعلى قيمه كي ال اوفر ار هو المسيطر واضح ولا لا؟ ونشيك ايضا نشيك السلندر نيس ريشيو مال من؟ مال البليت وحده هذا طلعنا السلندر نيس مال ريشيو مال من؟ مال المقطع ككل
يسموه بلطب. هسه شيك بس مال البليته، مال البليته شو يقول لي؟ يقول لي هو قيمه الاي اوفر ار، هي هاي الاي اوفر ار اللي هي 20. هاي يقول لي لازم دائما اقل من 3 ارباع اعلى قيمه، 3 ارباع اعلى قيمه. ايش قد هي مال كي ال اوفر ار للواي اللي هي 42، فطلعت اقل من 3 ارباع. اذا اوكي هسه اشيك لاعلى قيمه ايش قد يتحمل المقطع للسلندر نيس ريشيو اللي اعلى قيمه. مال اعلى قيمه اللي هي هاي الاخطر قيمه هذه 42.9، اروح على التيبل هاي 42. الافواج قيمته عندي 50 مو صح ولا لا؟ 50 هاي، اروح تيبل 4 ايش قد 22، اطلع قيمه الاجهاد الحرج بطريقه ال ار اف دي. طلع عندي هاي قيمته، هذا قيمه الاجهاد الحرج بال ار اف دي، اضربه بالاريا الجديده طلعت اللي هي عباره عن تو بليت والوايد لاين، اضربه بالاريا فالمقطع ايش قد حيتحمل؟ تحمل لود 2664. انا ايش قد عندي اللود المسلط عليه؟ اللود المسلط عندي بي التيميت 2500. اذا اوكي، اذا هاي البليتين اللي ضفناها اوكي. وايضا اطلع بطريقه الاي اس دي، اطلع من تيبل 422 والاف واي عندي هالقيمه، والكي ال اوفر ار اللي هو الحرج اللي هو اعلى قيمه مالته، اطلع الاجهاد الحرج، من الاجهاد الحرج اضربه في الاريا الكليه، اطلع التحمل بطريقه الاي اس دي، طلع 1763 اللي هو اكبر من البي اي المسلط 1750. اذا المقطع اوكي. فش اقول استخدم هذا الوايد فلانج 12 في 120 مع وذ وان كفر بكل جهه، وذ وان كفر بليت كفر واحد 1 في 16 ايتش فلانج في كل شفه بكل جهه يعني. وقيمه الاف واي 50 كي اس اي، واضح. فهذا التصميم النهائي لتحمل المقطع. بعض الاحيان مقاطع البلتوب مو اضيف بليت، وانما استخدم مقطعين شانل او مقطعين اربع مقاطع زاويه، يعني عده مقاطع من يسموه الهوت رولد، واضح، مو الا اضيف بليت بس. فناخذ هذا المثال، سلكت اختار ابير اوف 12 انج زوج من 12 انج ستاندرد شانل من حديد الشانل، سلكت ابير اوف 12 انج ستاندرد شانل فور كولوم شون ان فيجر 6-8 يوزنج اف واي 50 فور كونكشن بيربوز the back to back distance of channel is to be 12 inch. The dead load عندنا 100 واللايف لود عندنا 300، وكونسيدر بالطريقتين LRFD والASD بروسيجر. زين، المطلوب انه اصمم حسب مطلوب، انه نختار زوج من 12 انش، هو منطينا اياه قال لي channel ابو 12 انش، فشي راح اطلع؟ اطلع بس 12 هاي شانل سي 12 في ايش قد الوزن مالته اللي هو قلنا ناخذ مينيموم ويت الوزن الاقل اللي هو يكون اقتصادي. فهو يقول لي ابو العمق ابو 12 وبير زوج يعني اثنين ومرتبط باك تو باك ظهر للظهر، والمسافه اللي يقول لي المسافه ديستنس بين الشانل ايش قد هم 12 انش. المسافة بين الشانل منطينا اياه هذا، هاي من النهاية للنهاية ايش قد هاي المسافة؟ منطينا اياه 12 انج، اوكي؟ مسافة 12 انج. فهالشيء راد بس اطلع ايش قد نوع هذا الشانل، ايش قد الوزن مالته نوعه؟ من خلال انه اعرف هسه اول عملية شو اطلع؟ اول عملية اطلع الديد لود واللايف لود اضربهم واطلع البي التيميت. واطلع البي اي اللي اريدها بالطريقتين. هاي الحمليه طلعتهن، شو عندي؟
اطلع الكي ال اوفر ار واروح التيبل واطلع قيمه الاريا. هسه بي التيميت الديد لود اضربه في 1.2، اللايف لود اضربه في 1.6، اما بالبي اي اجمعهم بس جمع اعتيادي. افرض دائما كي ال اوفر ار 50، فرضته 50، اروح للتيبل 422 عندي الاف واي 50، اطلع الاجهاد الحرج هذا اف كريتيكال يعني ستريس كريتيكال، اجهاد الحرج المفكتر مضروب بالفكتر مضروب بالفكتر، هاي بطريقه ال ال ار اف دي طلعناه. فاقسم اللود اللي عندي بي التيميت على هذا الاجهاد، طلعت الاريا المطلوبه، الاريا المطلوبه 16 انش سكوير، هاي بطريقه ال ال ار اف دي، واطلعها ايضا بطريقه ال اي اس دي هم نفس العمليه، اطلع الاريا المطلوبه. زين هسه يريد 16 انش باعتبار هو قطعتين اثنين، فشط اللي لازم معناته الاريا المطلوبه للقطعه الواحده 8 انش سكوير، صح ولا لا؟ 8 انش. فاروح اشوف ابو 12 شانل، ابو 12 اقرب شيء من الوزن، اقل وزن واقرب الى الاريا، لقيت ابو 30، هو 12 في 30 هو اللي يوفر لي مساحه 8.8. انا اريد القطعه الواحده ايش قد مساحتها؟ محتاجه 8 انش، ف 8.8 انش اوكي. فاكتب قطعتين في سي ابو 12 في 30، اطلع المومنت اوف انرشيا مالتها باتجاه الاكس وباتجاه الواي والاكس بار، هنا اكس بار لانه اكو قلنا هاي الاكس بار السنتر مال الشكل يسموه مركز الشكل، مركز الشكل اكس بار. زين شو طلع هسه عندنا؟ المومنت اوف انرشيا، هسه اريد احسب الشكل ككامل، هسه عرفنا انه نستخدم قطعتين شانل ابو 12 في 30، هسه لازم اطلع الكي ال اوفر ار الموديفاي المحدث على مود اشوفه يتحمل ولا لا. فاطلع الاي اكس مومنت اوف انرشيا مال قطعتين، القطعه الواحده الاي اكس مالته 162 في 2 سهل القيمه. انتبه لي الار اكس هذا الاكس اكسس، فباعتبار انه الار اكس ماكو انتقال بعده بنفس السنتر مالته، فما انقل اي شيء للمحور هذا، واضح ولا لا؟ بعده بالسنتر مالت الشكل. وطلع الار واي، الار واي هنا حيختلف، الار واي قطعتين في المومنت اوف انرشيا باتجاه الواي، مومنت اوف انرشيا باتجاه الواي 5.12. شوف هذا محور الواي مالتي، هذا محور الاكس، هذا محور الواي، انتبه لي هذا محور الواي، محور الواي ما جاي بالسنتر، احنا اللي يعطيناه بال اللي يعطيناه بال بالبروبرتيز يعطيناه الموت اوف انرشيا حول هذا المحور، هذا المحور هذا للقطعه الواحده اللي هي ما يعطيني مال القطعه الواحده هذه، هاي قطعه واحده فمنطيني الموفت اوف انرشيا حول هذا المحور. هسه ايش صار عندي لما اني خليت قطعتين، من خليت قطعتين فايش صار عندي المحور مالتي السنتر صار بالنص هنا، فالموفت اوف انرشيا لازم اخذه حول هذا المحور الواي، فلازم انقل من هنا لهنا، عندي الموفت اوف انرشيا حول هذا المحور ولازم انقله لهنا. شلون عمليه النقل؟ شو يصير؟ اي دي سكوير، فعندي الموت اوف انرشيا هذا في قطعتين اي دي سكوير، الاي هاي الاريا مالته، هاي الاريا مال النقل اثنين قطعتين اي هاي دي سكوير، الدي من حاسبها؟ انتبه لي من لهنا سنتر مال المحور واي، هسه ايش قد سنتر مال المحور واي؟ من لهنا السنتر ايش قد؟ من لهنا 6 صح ولا لا؟ لان هو قال لي 12 بيناتهم، فالسنتر من لهنا 6. مركز الشكل هذا منطيني اياه بالسؤال الاكس بار، اطلعه من البروبرتيز الاكس بار مركز الشكل 0.674، فاذا المسافه منا لهنا 6
منا لهناس انت انقص منها منا لهنا مال مركز الشكل، فايش قد يبقى عندي اذا انقل من هذا المحور الى هذا المحور؟ قلت هالمسافه تبقى عندي 5.326، فالاريا في هذه المسافه دي سكوير مال النقل. هاي الاريا 2 الاريا قطعتين لانه هاي اي دي سكوير، هاي دي تربيع، هاي دي سكوير. واضح الطلاب؟ هاي دي سكوير. فطلعت المومنت اوف انرشيا حول هذا المركز، حول هذا السنتر النص اللي اريده طلعته، كتبته اي واي. اوكي هسه ايش طلع الار اكس؟ الار اكس هو عباره عن هذا الار الاي اكس، الار اكس هو مومنت اوف انرشيا على الاريا، فهاي مال قطعتين على همين لازم الاريا مال اثنيناتهم، وممكن اخذ بس مال الاريا واحده لانه اثنين واحده في اثنين، ممكن اكتب 162 على اريا واحده اللي هو 8.81. هذا الار اكس. المهم طلع هذا الار اكس، ايش قلنا احنا الار اكس؟ يا هو اللي يسيطر الكنترول. طلعنا الار اكس. الكي ال، الكي ال ايش قد طول العمود؟ ايش قد طول العمود طلاب؟ منطيناه هو هنا بالشكل، منطيناه 20. وش منطيناه بالرسم؟ منطيناه شوف عين هنا بن وهنا بن، فمعناها الكي ايش قد قيمته كبن بن؟ قيمه الكي واحد. مرات يعطينا بالسؤال كي ال هل قد؟ مرات لا، منطيناه بالشكل، منطيناه طول العمود 20 ومعطينا هنا بن وبن، فالكي من التيبل مالتنا اللي عندنا تيبلات قيمة الكي واحد، فالكي ال هو 20 في 12 انش حولناه على الار اكس اللي هو 4.29 طلعنا قيمة كي ال اوفر ار اكس. هسا اروح اختبر هذا ادخله للتيبل، عندي الاف واي ايش قد؟ 50 من هاي كي ال اوفر ار، من الاف واي ايش قد طلعت؟ طلعت الاجهاد من التيبل مال 24 طبعا، طلعت الاجهاد الحرج، الاجهاد الحرج اضربه في الاريا الكليه مال عمود، ايش قد طلع عندي؟ هاي طلعت البي التيميت، يعني معناته طلع عندي يتحمل هذا الدبل شانل 631 كيلو، اكبر من الحمل المسلط، اذا اوكي. وايضا بطريقه الاي اس دي اطلع من خلال هاي كي ال اوفر ار والاف واي 50، اروح تيبل 24 اطلع الاجهاد الحرج واضربه في الاريا الكليه واطلع قيمه البي اي، هاي البي اي اشيكها، هاي البي اي الالاوبل اشيكها ويا المسلطه، البي اي المسلطه اللي هنا 400، فما دام اكبر منها فاذا يشتغل اوكي. واضح هسه عرفت انه هذا المقطع دبل شانل اوكي، بس يراد بعد اشيك شنو؟ اشيك هل هو السلندر لو نون سلندر، نشيك قيمه الويدث ثيكنس ريشيو اوف شانل، الدي هل قد عندي والبي هل قد، والتي اف والتي دبليو يعني تي فلانج سمك الفلانج وسمك الويب، والكي عندي البي الى التي ايش قد عندي قيمتها؟ البي الى التي زين، هاي مال الفلانج. اسال سؤال طلاب، هذه الفلانج ايش تعتبر؟ استفند لو ان استفند؟ باعتبار مشلبه بس من جهه واحده من هنا ومن فري، فهاي تعتبر شنو؟ ان استفند، فاروح على الان استفند اشيكها. البي الى التي قارنها ويا من؟ ويا 0.65 اللي هو شنو هذا؟ هذا قيمة شنو؟ الاي، وهاي قيمة الاف واي. الاي معامل مرونة الى الاف واي، فما دام طلعت اقل من هاي المسموح فيها فاذا اوكي. واضح؟ واشيك مال الويب، الويب اعتبرها شنو؟ اعتبرها استفند. ليش؟ لانه مشلبة من هنا الويب، هاي الويب مشلبة من جهتين فتعتبر استفند. فاشيك الاتش العمق مالته الى تي دبليو، الاتش هو شنو؟ كل الدي هذا ناقصا 2
مال واحد مال ناقص 2 كي، هاي قيمة الكي طلاب، هاي الجي ناقص 2 كي، اطلع الاتش. فالاتش على سمك الويب اشيكه ايضا ويا هذا المحدد مال استيفنت اللي هو هذا همين قلنا الاي اوفر اف واي، فطلعت اقل منها. فاذا هذا يعتبر المقطع غير نحيف، لو كان نحيف لازم نقلل قيمه نطلع الكيو مار ريدكشن فاكتور. فما دام طلع اقل من المحددات فهذا المقطع يسموه نون سلندر، اذا اوكي هذا المقطع يكفي بتحمل هذه الاحمال المسلط عليه، نون سلندر مو غير نحيف. المقطع هذا غير نحيف، بس احنا دائما من هاي شو مقاطع هذا ما ينصب هذا الكولوم وحده هيك شيء بشكل فري، فلازم هنا يصير عمليه ربط، يربط هنا العمود هذا هالجهه يربط، ما يظل هذا فري حر هيك شيء. فالربط يكون بعده طرق يسموه ليسنج. فالربط اما سنجل ليسنج اللي هي ليسنج يعني مثل يسموه احزام، او الرابط سنجل ليسنج اللي يكون هذا حديد بزاويه 60، قطع حديد بزاويه 60 اللي هي هاي بار يسموها بار، قطع بار من الحديد او شرائح من الحديد، وتربط هنا بولت وهنا بولت ايضا، هاي يسموها سنجل ليسنج، او لا بشكل دبل ليسنج اللي هو على شكل كروسات اللي هو دبل ليسنج، او بيسموها قست بليت اللي هو الصفائح الجامعه قست بليت، تربط باتنز او بيرفورتد